الموضوع في نجاعه سياسه مراقبه قاعده السيد الرئيس. انت للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاسرى والمعاصره، تفضلوا السيد الرئيس المحترم، تفضلوا. السيد الوزير، قبل ان اطرح عليكم سؤال اريد اولا ان اقدم نوع من الاعتذار، لانكم وزير تحظون بثقه جلاله الملكه، وما دامت هذه الثقه مستمره فلا احد ينازع في صفتكم وفي شخصكم كوزير. اريد كذلك، ولا يهمنا ما يكتب، نحن في مؤسسه دستوريه والمؤسسه الدستوريه لها قواعدها. وبصفتكم كوزير اريد ان اطرح سؤالا حول ضعف نجاعه سياسه مراقبه الاسعار. انتم تعرفون السيد الوزير بانكم تراقبون الاسعار خاصه في شهر رمضان وكان في فصل الصيف، وكذلك تكون هناك في بعض المناطق الشاطئيه ضغط اجتماعي وضغط السوق مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار، واش هل هناك سياسه لضغط؟ ثم ما هي النجاعه اللي شفتوها بعد التجربه اللي تمت في رمضان؟ شكرا السيد الوزير. السيد الوزير مرحبا، تفضلوا. بسم الله، شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب المحترم. كنت تكمل شي شويه هذاك الاعتذار، هذاك الكتب اللي كان هو باش تجمع شويه. واسكتي انت مالك انت؟ لا لا حسب، كنقول مراقبه الاسعار ومراقبه الجوده جوج العناصر، ما يمكنش نفرقوا الاسعار على الجوده. كاين مواد اللي الحكومه محدده الاسعار ديالها ما يمكنش تحرك، بحال الادويه، بحال الماء، بحال الكهرباء، بحال البوطه وغيره. وكاين المواد المحرره، هذه المواد المحرره الان مثلا المواد الفلاحيه ضروري تدوز من سوق الجمله، ضروري تكون الفواتير وغيره. واعطينا للناس رقم 57 خلال شهر رمضان، عدد كبير الناس عيط، هذا خصنا نشكروا الناس اللي سهروا على هذا الشيء على المراقبه. 93,000 خرجه، واكثر من 329 طن تم اتلافها باش نضمنوا الجوده والصحه للمواطن. والمراقبه راه مستمره حتى خارج شهر رمضان. تفضل التعقيب السيد النائب المحترم. شكرا السيد الوزير. لا احنا تنفكروا في الحقيقه في ايجاد هيئتين تراقب الاسعار طول السنه باش يبقى الضغط والضبط. هناك حريه الاسعار، ولكن كذلك ما كاينش خص تكون شي زيادات اللي تمس بالدخل ديال المواطنين. ثم انه كاين هناك مؤسسات اخرى كتساعدكم بحال مجلس المنافسه اللي عنده مشكل، مجلس الاقتصاد الاجتماعي اللي الحكومه ديالكم مازال ما دارت المرسوم باش يتعينوا الناس جديد، وهذا هو المعرق لها لحد المعرق التجديد ديالها وغيرها من المؤسسات. راه خص غير يصدر المرسوم، خصكم تصدروا مرسوم مازال ما صدرش. نهار تقرر السيد رئيس الحكومه يصدر المرسوم غادي تعاود مجلس الاقتصاد وتعطي تصورها ورايها في حشوات على القضايا الاقتصاديه. السيد الوزير، القضيه ديال ارتفاع الاسعار كتخلق واحد الشنآن بين القدره الشرائيه والسياسه الحكوميه في الحفاظ على القدره الشرائيه، وكتخرج من الحكومه القدره على ضبط السوق وضبط الاسعار. والان كنشوف الوضعيه مثلا كينخفض الثمن ديال البنزين والبترول في العالم وكيرتفع عندنا حنايا، بينما في العالم كله منخفض. مثلا واحد مجموعه ديال المواد اخرى كتنخفض في العالم بحال السكر، وحنا باقي عندنا الوضعيه غاليه. المراقبه الاسعار ما تكونش فقط لهذوك الناس البساط، تكون كذلك الشركات الكبرى بحال السكر اللي عندهم نوع من الهيمنه والاحتكار، بحال الزيت، بحال غير ذلك. لذلك احنا كنطلبوا منكم سي وزير توسعوا المراقبه ديالكم باش يبقوا تفتحوا المجال للمراقبه، لان هذيك غيكون في خدمه حتى القدره الشرائيه للمواطنين، وغادي يكون الدور ديالكم لحمايه المواطنين من الشركات الكبرى اللي عندها وسائل كبرى باش تتلاعب في المجال ديال المواد الغذائيه اللي هي المصدر الحقيقي ديال الثراء ديال البعض. شكرا سي الوزير. هل هناك تعقيب اخر؟ تعقيب اضافي؟ لا، تفضلوا سي الوزير. وبما اننا في مؤسسه دستوريه من المفروض تنفهموا القانون، وان المرسوم ما يجي الا بعد تعيين الرئيس، وخاص هذه بعد تدخلها في الحاسوب. النقطه الثانيه، الان مجلس المنافسه واش غادي يدخل في سعر البطاطا وسعر المطيشه اللي الفلاح الصغير تيجي يبيعها؟ باش ما نعموش عاود ثاني نطرحوا هذه الاشكاليه مجلس منافسه في هادشي الشركات في المجالات اللي فيها المنافسه وممكن تراقب واش فيها المنافسه. ما كاينش احتكار في المجال الفلاحي مثلا، ما كاينش احتكار في عند القزار، ما كاينش احتكار في الحوت. اذا خاصنا نحطوا كل حاجه
في المجال ديالها. الحكومه مستمره المراقبه في رمضان، شددناها اكثر لان كانت تعبئه 24 ساعه على 24 ساعه. شكرا السيد الوزير.